يا ناس يا حب السلك حمانة بالبيت. أمي سويت فيلم أنا حابة أنه يكون مرة جيد ومستنية رأي الجمهور فيه، بس ما توقعت أبداً ولا حطيت في بالي موضوع الافتتاح، فلما اختاروه كنت جداً سعيدة بالموضوع ومتفاجئة ومصدومة، لكن الحمد لله أداة الشريف لفيلمه. فيلم سليق هو فيلم ستوب موشن أنيميشن قصير، يحكي قصة سيدة كبيرة في السن في جدة، في عايشة في البلد في جدة القديمة لوحدها، وتواجه موقف أنه تصير حادثة في مطبخها، الطيور تجي وتطيح رز في قدر السليق ويبدأ السليق دا يكبر يكبر، والجيران يتكلموا بلغات مختلفة، فهي أتورطت ما عارفة كيف تتصرف. حنشوف خلال الفيلم هي كيف إيش حيصير. تعملها كتير قطعين مربعات صغيرة. أنا جدا سعيد إنه هذه أول مرة عربيا يفتتح مهرجان بفيلم أنيميشن. صراحة هذا يوجه انتباه الناس للأنيميشن وإيش ممكن يسوي أنيميشن، ممكن إيش في قصص تتروى عن طريق الأنيميشن، فجدا سعيد بدأ الموضوع، وأتمنى يفتح مستقبل لصناع تانين للأنيميشن إنهم يسووا أفلام جيدة وتختار لافتتاح مهرجانات.